بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 233، قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة، والعرصة المكان الواسع الذي لا بناء فيه، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. قال المعلق يشير إلى ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه. وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة رضي الله عنهم 34 صحابيًا رضي الله عنهم، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. فالمعتزلة ينكرون ذلك، وهذا ضلال بعيد. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا. قال المعلق رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحسن تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. والحديث رواه الطبراني رحمه الله في الكبير، والبخاري رحمه الله في التاريخ، وابن أبي عاصم في السنة رحمه الله، كلهم من طريق الحسن عن سمرة رضي الله عنه. وفي سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه خلاف. والحسن البصري مدلس، يعني يروي عن بعض من يروي عنه وهو لم يسمع ولم يصرح هنا بالسماع. قال ابن كثير رحمه الله في نهاية البداية والنهاية: مرسل حسن. وصحح ابن حجر رحمه الله في الفتح إسناد المرسل، وضعف إسناد المرفوع. وكذا شيخه العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء. والحديث حسنه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه في الصحيحة، وانظر الفتح. وعن سماع الحسن رحمه الله من سمرة رضي الله عنه انظر المعجم الكبير للطبراني رحمه الله، ففيه تفصيل جيد. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة، ويسر لنا المرور على الصراط وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر أي سرعة، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد السريع، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا أي يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف
يخطف خطفاً ويلقى في جهنم، اللهم أجرنا من النار، فإن الجسر عليه كلاليب، هي كلاليب معوجة تخطف الناس مثل الكلوب الذي يعلق عليه الجزار اللحم، يعني محني فيه عجاج، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فمن مر على الصراط دخل الجنة. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك جنة الفردوس وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يعني يؤخذ للمظلوم من الظالم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال المعلق: روى البخاري رحمه الله نحوه، قوله: والصراط منصوب، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل الصراط في الطريق المعنوي وهو دين الإسلام، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، أي دين الإسلام، إخلاص العبادة لله وإقامة الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والصراط، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل الصراط في الطريق المعنوي وهو الإسلام، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. قال المعلق: لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار، والذي ثبت أنه بين ظهراني جهنم. اللهم نجنا من النار ومن حال أهل النار. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به صلى الله عليه وسلم، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ورد في وصفه، أي في وصف الصراط، أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. اللهم أعنا يا رب العالمين على المرور على الصراط وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال المعلق: لم يصح مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: وهذا اللفظ من الأحاديث من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة، ولكن روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا، إلى أن قال: قال أبو سعيد الصحابي رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. ورواه ابن مندة رحمه الله في كتاب الإيمان بتمامه وبالسند نفسه، ولكن قال: قال سعيد بن أبي هلال: بلغني أن الجسر
أدق من الشعر وأحد من السيف. وقد وصله البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أي وفي سنده سعيد بن زربي ويزيد الرقاشي، وهما ضعيفان. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي سنده لين. وروي أيضا عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وزياد ضعيف. لذا قال البيهقي رحمه الله في الشعب، وهي أيضا رواية ضعيفة. ومن عجائب التصحيف أنها تصحفت في كشف الخفاء إلى، وهي أيضا رواية صحيحة، لكن هذا تصحيف، وهي أيضا رواية ضعيفة. وروي عن عبيد بن عمير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا عن سعيد بن أبي هلال رواية أخرى مرسلة أو معضلة، والمعضل ما سقط منه راويان على التوالي. ولكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصراط كحد السيف دحض مزلة، يعني يخشى الانزلاق. أخرجه الحاكم رحمه الله، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال السيوطي رحمه الله في البدور السافرة اسم كتاب طريقه صحيحة متصلة رجالها ثقات، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. وثبت أنه الصراط كحد الموسى، يعني الموس، من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعة. ويوضع الصراط مثل حد الموسى أي الموس. أخرجه الحاكم رحمه الله، وقال صحيح على شرط مسلم رحمه الله. وقال ابن رجب رحمه الله في التخويف من النار، المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله رضي الله عنه. وقال الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة إسناده صحيح موقوفا، أي من قول الصحابي رحمه رضي الله عنه، وله حكم الرفع. اللهم هون علينا المرور على الصراط، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها أي حلق باب الجنة طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام أن سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني من القبر. ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة وأدخلها، ويدخلها معي فقراء أمتي. اللهم اجعلنا منهم. قال المعلق: إسناده ضعيف، رواه الترمذي والدارمي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، في سنده زمعة ابن صالح وهو ضعيف. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب. وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير: غريب من هذا الوجه. وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي، لكن يشهد لأوله أحاديث أخرى، منها حديث: أنا أكثر الأنبياء تبعا، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وحديث: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك.
رواهما مسلم رحمه الله، ويشهد لوسطه حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة وأقعقعها، أي أحركها. رواه أحمد والترمذي والدارمي وغيرهم، وفي صحته نظر. ويشهد لآخره ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي رحمهم الله، واللفظ له من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وانظر صحيح سنن الترمذي رحمه الله للألباني رحمه الله. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، يعني بعد أن يأذن الله له ويرضى. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة، يعني كلهم يقول لست لها حتى تنتهي إليه، إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيطرق باب الجنة فيرى الله تعالى فيسجد لله تعالى سجوداً لا يعلم طوله إلا الله، فيقول الله له: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيأذن الله له فيطلب من الله أن يقضي بين العباد، الذي للجنة للجنة والذي للنار للنار، يقضي بينهم. وهذه الشفاعة الكبرى، وهذا المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، بعدما يأذن الله له فيطلب من الله أن يقضي بين العباد. هذه الشفاعة الكبرى. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة: اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى يطلب من الله أن يقضي بين العباد، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد أن يأذن الله له ويرضى. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني من الموحدين بسبب المعاصي. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين عليهم السلام وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يعني موحدين لكن أذنبوا، فإما دخلوا النار فيشفع لهم أن يخرجهم الله من النار، أو يريد الله أن يدخلهم فيشفع لهم أن لا يدخلهم، ومن خرج أن يشفع له أن يخرج منه، من الموحدين الذين دخلوا بسبب المعاصي. ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة، يعني من الموحدين، بل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة فضل، أي مكان واسع عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونجنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، أن تضم صوتك إلى من قبلك سمى شفع الضم. وسمي الشافع شافعاً لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، أن يدعو للعبد
أن يدخله الله الجنة. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، يعني بعد أن يأذن الله ويرضى، وذلك للموحدين. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فثبت الشفاعة بعد أن يأذن الله ويرضى وتكون للموحدين، أو الشفاعة الكبرى لطلب القضاء بين العباد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له ويرضى، وذلك لأهل التوحيد. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فبين الله الشفاعة الصحيحة، وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة، الخوارج طائفة ضالة والمعتزلة طائفة ضالة، نفوا الشفاعة في العصاة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الآية إخبار عن الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فالخوارج والمعتزلة يجعلونها في العصاة من أهل التوحيد، وهذا قول باطل. وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هذا أيضا في الكفار، وهم يجعلونها على الموحدين المذنبين. وقوله: فما لنا من شافعين، هذا أيضا في الكفار، وهؤلاء الخوارج والمعتزلة يجعلونها على العصاة من الموحدين. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. فالشفاعة بغير إذن الله منفية، لا تكون أبداً. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون عليهم الصلاة والسلام، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يأذن الله له أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء الأذان أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. فينبغي لنا أن نقول كما يقول المؤذن، وندعو بهذا الدعاء. وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يأذن الله له ويرضى. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة،
وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، يعني كالنار الذي في أخبص القدم، كما ورد بذلك الحديث. وأبو طالب يكون في النار لأنه أبى أن يوحد الله، ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع له أن يخفف عذابه، ما يخرج من النار لأنه لم يوحد الله. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني من أهل الكبائر من الموحدين، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون العاصي الذي دخل النار ما يخرج منها، والمعتزلة كذلك، وقولهم باطل. دلت الدلائل الصحيحة على أن الموحدين الله عز وجل يأذن للشفعاء فيشفع لهم فيخرجهم من النار لأنهم كانوا على التوحيد ولكن ارتكبوا المعاصي. وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، وقولهم هذا باطل. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. قال المعلق: منها ما رواه البخاري رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، كانوا موحدين ولكن ارتكبوا المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تظن ذلك، لا بد من البعث والجزاء. وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا يكون ذلك، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، يعني من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة
عن المعصوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم